السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات بي اتش بي. في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نرن السكريبت بتاعنا على السيرفر. في الفيديو ده هنتعرف على اول حاجه في لغه البي اتش بي وهي البرينتنج او الطبع. هنروح للفولدر اللي احنا كريتناه اللي اسمه بي اتش بي كورس. هنكريت فولدر جديد اسمه برينت، وجوه البرنت هنكريت فايل جديد اسمه index.php. index.php هنفتح الفايل ده على اي اديتور موجود عندنا. انا شخصيا بستخدم الفيجوال ستوديو كود. اختصارا هعمل HTML5 سريع. هكتب في التايتل برنت، وهنا هنكتب الكود بتاعنا. قبل ما نكتب الكود بتاعنا هنروح نرن الصفحة دي على البراوزر ك HTML عادي جدا. وعشان اتأكد ان هي الصفحة دي انا هكتب جوه H1 welcome at codebooks course. وسيف روح البراوزر لي welcome at codebooks course. طيب ده عشان انا كتبت اللاين كده ضمي بايدي، فانا مش عايز كده، انا عايز اطبع من خلال اللغة. تاجة او اللي علامة الاكبر من وعلامة الاستفهام وبعديها كلمة php، وهقفل التاجة دي اللي هي علامة الاستفهام وتاجة اصغر من. فالانتربريتر او البراوزر لما يجي يقرا الكود يعرف ان ده كود بي اتش بي. تمام ده. طيب اول امر او اول حاجه هنفهمها في البي اتش بي هو الايكو اللي احنا كتبناها والجمل اللي احنا كتبناها. وطبعا ما ننساش نعمل سيمي كولون بعد اللاين اللي احنا نكتبه. بعد اخر لاين لازم نكتب سيمي كولون، وهنفهم ليه دلوقتي. طيب نسيف ونروح نرن على البراوزر، هنلاقي نفس الناتج. طبعا لو شلنا كلمة كورس وكتبناها ويلكم ات كود بوكس وسيفنا ورحنا عملنا ريفرش هنلاقي شلنا كلمة كورس. طيب ده معناه ان هو عمل طبع من خلال اللغة مش من خلال التكست الضمي اللي انا كتبته في ال HTML. جميل جدا جدا جدا. طيب ده اول امر طباعة انا استخدمته. طيب ايه موضوع السيمي كولون وايه موضوع ايكو؟ ايكو هي عبارة عن internal keyword موجودة في ال PHP بتخليلي او بتطبع لي الكلمة اللي انا بديها لها. طيب دي كلمة ثابتة او كيورد ثابتة، ايكو كلمة ثابتة في اللغة بتطبع لي الجملة او بتطبع لي اي حاجة انا بقولها تطبعها لي. طيب بعديها بحط سيمي كولون. ايه السيمي كولون دي؟ السيمي كولون دي انا بعرف من خلالها ان انا خلاص خلصت اللاين بتاعي، فانا هبدا لاين جديد. ان انا لو شلت سيمي كولون هنا وعملت سيف مش هيطلع لي ايرور، مش هيقول لي حاجه. عملت ريفريش مش هيقول لي حاجه. ولكن انا لو كتبت هنا امر ايكو جديد نيو لاين وعملت سيف، هنا البراوزر نفسه قال لي ايرور، قال لي في ايرور، في عندي unexpected echo موجودة، unexpected echo موجودة. لو انا رحت عملت على البراوزر control r او عملت reload للبيج هيقول لي ان في عندك غلطة، في عندك echo جاية في مكان غير متوقع. ليه؟ لان انا كتبت new line او امر جديد وما كتبتش semicolon. عشان اتحاشى الايرور ده هكتب هنا سيمي كولون وسيف،
هلاقي الايرور اتشال، ورحت عملت ريلود هلاقيه سايب لي بالامر ده. فانا بقول للبراوزر او بقول للانتربريتر، لما انت تقرا كود البي اتش بي اعرف ان هنا في نيو لاين، في امر جديد هكتبه. فعشان كده انا بحط السيمي كولون، عشان كده السيمي كولون مهمه جدا جدا. حتى لو انت هتكتب لاين واحد بس، فالبيست براكس بيقول لك ان انت تكتب السيمي كولون، اذ ربما بعد كده ترجع للامر ده وتكتب نيو لاين. فعشان ما يحصلش اي لخبطه انت تكتبها كبيست براكس. طيب انا كده عرفت السيمي كولون، عرفت الايكو، عرفت السينتاكس. هل انا ممكن اكتب اتش تي ام ال جوه الايكو؟ الاجابه تعرف تكتب امر اتش تي ام ال جوه الايكو. نكتب هنا مثلا بين اللاينين ايكو بي ار، ومنساش السيمي كولون، واعمل رود. هلاقي عمل لي بي ار عادي جدا، عشان برضو ما تلخبطش انا ممكن اعمل كده. جميل جدا جدا جدا. واروح اسيف، هلاقي برضو عندي مفيش اي اختلاف، لان هو الامر ما يهمش انا كتبتها على لاين واحد ولا اكتر من لاين. بس بيست براكتس بيقول لك ان انت تكتب على اكتر من لاين عشان تبقى الدنيا واضحه، عشان اللي بيقرا الكود وراك يعرف يقرا. طيب ده جميل جدا جدا جدا. انا كده عرفت الايكو. في امر تاني للطباعه في البي اتش بي، وهو امر البرنت. انا ممكن اطبع برضو امر تاني ب البرنت، اكتب كلمه برنت واكتب نيو برنت، منساش السيمي كولون. مش هطلع لي ايرور. ليه مش هطلع لي ايرور؟ لان دي بي اتش بي، وانا فتحت هنا نيو تاج بي اتش بي، فهو عارف ان انا لحد هنا هقفل اللاين. عشان نروح نتاكد، عملنا ريلود فعلا وطبع لنا نيو برنت عادي جدا. تمام، انا عرفت ان امر الايكو وامر البرنت بيبعوا لي الاوامر اللي انا بقول عليها. في حاجه كمان، في شورت كات للايكو او الامر الطباعه، وهو ان انت هتفتح تاج عاديه جدا بس، ولكن مش هتكتب بي اتش بي، هتكتب ايكوال وتقفل بي اتش بي وتكتب الكلمه اللي انت عايز تطبعها، وليكن نيو برنت ونسيف. على كده هنلاقي هذا نيو برنت نيو برنت. اتمنى يكون درس بسيط بمفهوم. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسيبه لي في الكومنتات وانا ارد عليه تحت. اشوفكم بالفيديوهات الجايه.